قصص عربية. الحكمة للبيع. في يوم من الأيام، في قرية صغيرة في الهند، عاش ولد فقير يدعى شيرو. فقد شيرو والدته أثناء فيضان مدمر، وعاش مع والده الفلاح الفقير. لكن هناك شيء عليكم معرفته عن شيرو الصغير. كان ذكياً، أو كما يقولون الأذكياء يجدون حلولاً ذكية. في يوم أعطى الفلاح الفقير القليل من المال لشيرو، وطلب منه الذهاب للسوق لشراء أشياء. وهذا ما فعله شيرو. فكر في فكرة رائعة. بينما يسير في السوق، استأجر أفضل المتاح بما يملك، وفتح متجراً، وصرف ما تبقى لشراء أوراق وحبر وقلم، وصنع لافتة تقول: الحكمة تباع هنا. كل من حوله في السوق كانوا يملكون متاجراً كبيرة، ويبيعون أشياء يحتاجها الناس مثل الملابس والفاكهة والخضروات. وكان شيرو يقف خارج متجره ينادي: الحكمة تباع هنا، هيا تعالوا، أسعار مميزة. يمر الناس أمام متجره ليشتروا احتياجات عائلتهم ومنازلهم. كان غريباً لكن مسلي: يبدو أن لديك الكثير من الحكمة للبيع، لما لا تستخدم البعض لمساعدة نفسك؟ أيها الحكيم، هل أوقفت زوجتي عن إخباري بما أفعل؟ لكن شيرو كان صبوراً وقابل هذا بابتسامة. وفي يوم كان صندار ابن أحد التجار يتجول في السوق. الحكمة، تعالوا هنا، سعر جيد. الحكمة، هذا شيء لم أكله من قبل. مرحبا، ما هذا الذي تبيعه؟ وما ثمن وعاء منها؟ أنا لا أبيع الحكمة بالكمية، بل أبيعها بالكيفية. أوه، حسناً، أريد حكمة بهذه العملات رجاءً. ابتسم شيرو ووضع العملات في جيبه، ثم أخرج إحدى الأوراق وأخذ نفساً عميقاً وكتب شيئاً. وعندما انتهى قام بطي الورقة ومسح عليها 3 مرات، وقف وأعطاها لابن التاجر. كان مكتوباً على الورقة: لا تقف وتشاهد، شخصين يتشاجران. أبقها معك دائماً. كان صندار متحمساً، فعاد للمنزل ودخل وهو يصيح عالياً: أبي، لن تصدق ماذا حدث لي اليوم، هيا تعال لترى ماذا اشتريت. وعندما قرأ والده الورقة كان غاضباً وصرخ في ابنه: من الذي باعك هذا الشيء؟ خذني إليه حالاً. أخبر صندار والده عن الفتى، فذهب للمتجر غاضباً على الفور. وعندما وصل إليه رأى شيرو وصرخ: أنت لص. أنا؟ أجل، أنت اللص الذي باع لابني هذه الورقة البالية. أعرف أنه أحمق، ولكنك لص، أعد لي ما دفعه، وإلا اتصلت بالشرطة. إذا لم يعجبك منتجي يمكن إعادته، أعد لي منتجي وسأعيد لك مالك. ها هو منتجك. سيدي، أنت لم تعد لي المنتج، بل أعدت قطعة من الورق. إذا أردت مالك فلتعد لي حكمتي. عليك توقيع اتفاق يقول إن ابنك لن يستخدم حكمتي، وسيقف ويشاهد شخصين يتشاجران. ماذا؟ لابد أنك تمزح. تجمع حشد حولهما يستمعون للجدال، واتفقوا مع شيرو: إنه محق، لقد أعاد الورقة فقط وليس الفكرة. تحاول خداع البائع المسكين، أخذت نصيحته ولا تعيدها له الآن. حسناً، سأوقع اتفاق. وعندما وقع الاتفاق أعاد شيرو المال، وفرح التاجر لأنه استعاد ماله.
وفي نفس الوقت كان ملك المنطقة الملك دارا له أخت غير شقيقة تدعى الأميرة تارا، جاءت لزيارة القصر الملكي. وكان من المعروف أن الأميرة تارا وأخت الملك الشقيقة الأميرة لينا لا تحبان بعضهما وتغاران من بعضهما بشدة وتتشاجران حول كل شيء. وفي يوم كلا الأميرتين أرسلت خادمتها إلى السوق، وبصدفة غريبة ومضحكة للغاية ذهبت الخادمتان لنفس المتجر وفي نفس الوقت. المعذرة، كنت سأشتري هذا. أنت كاذبة، جئت أولاً. جئت أولاً لأنك دفعتني ودخلت أمامي. معذرة، ولكن أنا لم أقم بدفعك. كنت على وشك التقاطها ولكنك أسرعت لإيقافي. لم أفعل. فعلت. لم أفعل. فعلت. لم أفعل. وسرعان ما ارتفع صوتهما أعلى وأعلى، وكان سندار يقف بقرب المتجر حينها ورأى كل ما يحدث ولم يرحل كما أخبره والده أن يفعل. تذكر، وقعنا اتفاقاً وعليك مشاهدة الناس يتشاجرون إذا كنت قريباً. أنت رأيت ما فعلت، لقد دفعتني. لا، إنها تكذب، وصلت أولاً. رأيت هذا، أنت شاهدي. لا، بل شاهدي أنا. سنرى بشأن هذا. وبقولها هذا غادرت المتجر. أوه، سوف نرى. وهكذا عندما عادت الخادمتان إلى القصر أخبرت الأميرتين بكل ما حدث، فشعرت الأميرتان بالغضب وقررت الشكوى إلى الملك. وأخبرت الخادمتان الأميرتين عن الشاهد الذي رأى كل شيء. كل من الأميرتين استدعت ابن التاجر ليصبح شاهد خادمتها أو سوف تضعه في السجن. وعندما سمع الملك دارا بشأن هذا أرسل رسولاً إلى بيت التاجر يحمل أوامر الأميرتين، فشعر سندار ووالده بالقلق الشديد. علينا رؤية بائع الحكمة فوراً لسؤاله عما نفعل. أسرع إلى المتجر الصغير وأخبر شيرو بكل ما حدث. هذا موقف سيء، سأساعدكما والتكلفة 50 عملة ذهبية. دفع له التاجر على الفور. عندما يستدعونك للقصر ادعي الجنون، تظهر أنك رجل مجنون، يمكنك الثرثرة بالسخافات. وهذا ما فعله سندار بالضبط. في اليوم التالي عندما تم استدعاء ابن التاجر للقصر كشاهد تظاهر كما أخبره شيرو، وبالتالي فقد الملك صبره واعتقد أن سندار ولد مجنون وألقاه في الخارج. فرح سندار بنجاح الخطة وأخبر الجميع بحكمة شيرو، وسرعان ما اشتهر وكسب الاحترام في السوق. لكن التاجر كان غير سعيد لأن ابنه عليه التظاهر بالجنون الآن لبقية حياته، وإلا سينكشف أمره للملك. لذا عاد التاجر وابنه إلى شيرو للمزيد من الحكمة، ومقابل 50 عملة أخرى نصحهما شيرو بالعودة إلى الملك وأن يختار الوقت المناسب بحذر لإخباره بالقصة كاملة. إذا اخترتما الوقت المناسب وهو يستريح ومزاجه جيد سيجدها مضحكة ويسامحكما، لكن تأكد أنه في مزاج جيد. الملك دارا يحب الأمسيات اللطيفة والجميع يعرف هذا، ولذلك تبع سندار نصيحة شيرو وذهب إلى القصر في أمسية لطيفة ودافئة. هذه هي فرصتي. أخذه الحراس إلى الملك، وتماماً كما اعتقد كان الملك مزاجه جيد جداً. ألم أقابلك من قبل؟ حسناً يا مولاي. وهكذا بدأ يخبره بالقصة كلها وتوسل للملك أن يسامحه لفعله أشياء سخيفة.
هذه قصة مضحكة. أنا أسامحك، لا تقلق، جميعنا يرتكب الأخطاء. وعندما غادر صندار القصر، جلس الملك وحيداً يفكر في القصة، وشعر بالفضول تجاه الرجل الذي يبيع الحكمة، لذا أرسل رسوله ليسأل عن المزيد من الحكمة. أجل، لدي الكثير من الحكمة خصوصاً للملك، لكن كل حكمة ستكلفه 100,000 عملة ذهبية. لم يتردد الملك دارا، ودفع له المال على الفور. وفكر شيرو كعادته، ونظر جيداً إلى وجه الملك، وأخذ نفساً عميقاً، وكتب على إحدى أوراق الملك الخاصة، وبعدما انتهى، قام بطي الورقة، ومسح عليها 3 مرات، وسلمها للملك، وقام الملك بقراءة ما كتب على الورقة. فكر ملياً قبل التصرف. ياه، هذه نصيحة جيدة جداً. اندهش الملك بهذه الكلمات، وأمر الخدم بكتابتها على القصر. انحنى شيرو وغادر القصر، وبعد عدة شهور أصيب الملك دارا بالمرض، ولم يلحظ أن أحد وزرائه يخطط للتخلص منه. بواسطة إمراضه بشدة، دفع إلى الطبيب الملكي ليضع سماً في دوائه. وبرؤية العملات الذهبية والمجوهرات، ابتسم الطبيب ووافق. عندما كان يأخذ الملك دواءه، رفع كأسه الذهبية إلى فمه، وبينما أوشك على أن يشرب السم، رفع الملك عينه ورأى الحكمة على الحائط. فكر ملياً قبل التصرف، ودون أن يشك في شيء، فكر في الكلمات. أنزل كأسه ليبقيها على الطاولة ليفكر قبل أن يشربها. كان الطبيب يقف ويشاهد، وبدأ يقلق وشعر بالذعر، مفترضاً أن الملك لاحظ شيئاً في دوائه، وبدأ في البكاء على الفور. سامحني يا مولاي، رجاءً سامحني. نظر إليه الملك دارا بينما أكمل الطبيب إخباره بخطة الوزير، فاستدعى الحراس فوراً واعتقل الطبيب والوزير أيضاً. وفي اليوم التالي عندما استيقظ الملك، كان يشعر بحال أفضل. آه، يا له من صباح جميل! بدون الرجل الذي يبيع الحكمة لكنت ميتاً الآن. وبامتنان أمر حراسه بإحضار شيرو للغرفة، وشكره لإنقاذ حياته، وجعله وزيره الجديد، ورتب له أن يعيش في القصر. مكان لطيف وملابس جميلة أعدت له. عاش شيرو سعيداً في القصر كرجل شريف وثري، وأصبح أكثر من يثق به الملك لبقية حياته. لكنه لا زال يعطي النصائح لعامة الشعب، ولا يطالبهم بمال في المقابل، ويقول لهم دائماً: تذكروا، المعرفة هي معرفة ما تقول، والحكمة هي معرفة متى تقوله.